تونس نظمت حينها كأس أفريقيا للأمم، لكنها خرجت منها في الدور الأول، وفي نفس السنة أتيحت لها فرصة الحفاظ على ماء الوجه من خلال وصول نادي الترجي إلى المباراة النهائية لكأس أفريقيا للأبطال لأول مرة في تاريخه. الحمروني لم يكن نجم الترجي فقط، بل كان من أعمدة المنتخب التونسي أيضا، وقد كان وجوده ضروريا بالنسبة للترجي الذي كان يسعى للظفر بكأس الأبطال الأفريقية. الجزائر التونسي توا محمها الوحيد كوب افريقيا، اذا ما عندناش لقب افريقي، اذا نعملوا كل مجهود باش يعني نحصلوا على الكاس هذه الاولانيه. مباراة الذهاب أقيمت في القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي، مما رجح كفة الترجي في مباراة الإياب التي أقيمت على أرضه. الزامبي كينيث ماليتولي كان هداف الترجي حينها. لقد قدمنا أداء جيدا في القاهرة، لكن مهمتنا لم تنتهي بعد، يجب أن نواصل حتى صافرة النهاية. ليس لدينا أي ثقة زائدة بالنفس، سنقدم أفضل ما لدينا خلال الدقائق التسعين على أمل أن نفوز بالمباراة خلالها. مرة أخرى، ليس لدينا أي ثقة زائدة بالنفس. الترجي سجل 21 هدفا في الطريق إلى المباراة النهائية التي ابتدأت بطابع سريع في ملعب المنزه في تونس. التقدم كان للترجي في الدقيقة 17 من خلال ضربة زاوية نفذها الحمروني. بوسنينة تتنفذ الركنية وبالقيصة، والهدف الأول، والهدف الأول لفريق الترجي. 16 دقيقة لعب والترجي يفتح النتيجة عن طريق الهادي بن رخيصة. أول هدف في هذه المباراة دقيقة 16، ضربة رأسية من هادي بن رخيصة ويكون الهدف الأول في وقت ممتاز جدا لفريق الترجي الرياضي التونسي. عادة تصدف الكرة بالحارس ويكون الهدف الأول لفريق الترجي الرياضي التونسي. 16 دقيقة لعب، فما نقاش من الزمالك المصري ما عرفوش علاش، ضربة رأسية واضحة من هادي بن رخيصة. في الشوط الثاني استمر ضغط الترجي بنفس الوتيرة ليحصل على ضربة جزاء. ضربة جزاء علي بن ناجي في التنفيذ أمام حسين السيد. الساعة تشير إلى 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، وعلي بن ناجي يضع الكرة في مكان، وليم كي تشونغ يامر الحارس حسين السيد بالوقوف في المرمى نتاعو، والضربة جزاء علي بن ناجي أمام حسين السيد. الوقت 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. التنفيذ والهدف الثاني، والهدف الثاني لفيتة ترجي الرياضي التونسي. الهدف الثالث كان نتيجة لعمل جماعي متقن. الكرة من كانت ماليتولي، كانت ماليتولي يحاول عكس هجوم لفيتة ترجي. عيد الحمروني وعبد القادر بن حسن يطلب الكرة، تخلط له الكرة، وفما الهادي بن رخيصة يطلب الكرة في وسط الدفاع. هادي بن رخيصة، والهدف الثالث، ثالث هدف للترجي، مدروسة مقصودة، الهجوم معاكس من الخطط اللي تدرب عليها الترجي طويلا. 3 أهداف مقابل 0. الترجي أصبح إذن بطلا لأفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. الكبير لم تتأثر. لقد كنا ننقض على الكرة أينما كانت، ولم نمنحهم الفرصة للحصول على مجال لتمرير كراتهم. ضغطنا عليهم بشكل كبير حتى نعيق تحركاتهم طوال المباراة، وفزنا بها في الأخير.
تشامبيونز ليج 2011 كانت اول كوب افريقيا لي انا واول بطوله افريقيا اللي مشينا بها لكاس العالم واللي نعرفوا قداش تعب وش قال جمهور الترجي ودار الترجي على التتويج هذا. الهدف كان متميز جدا، منظم مساكني دراجي، دراجي مساكني، الكره تمشي ليانيك، يانيك نيانك يحضر الكره لخالد القربي، خالد القربي بلمسه سحريه متميزه متاع صانع العاب يعطي الكره، معناها يغير اتجاه الكره للجهه الاخرى. اريسونا فول معناها يدخل على ساقه اللي حب عليها اليمين، يعمل معناها لقطه فنيه متميزه، يراوغ بالمدافع، يحط الكره على ساقه اليسار ويوضعها معناها في الزاويه البعيده. ممكن نقول لك انا ريسون خاطر معه كل يوم في التمرين، يعملها كل يوم في التمرين مرتين ثلاثة ولا مرة نجح فيها، ممكن عملها 50 مرة 60 مرة وانا اقول له راي صعيبة، يوم اللي حاجتنا به في الوقت المناسب نجح فيها وضع الكرة في الوقت المناسب. الشامبيونز ليج هذيك 2011 هي اللي حلت البوابة، والحمد لله اللي واحد كان في المجموعة دي. في 2018 بدينا نطلعوا بشوية بشوية، دور نصف نهائي ومن بعد 60 دقيقة 65 دقيقة كنا اوت من البطولة ورجعنا، والفينال اللي العالم كله تكلم عليه بعد المرمى اللي صارت في الذهاب. خاسر 3-1 في القاهرة وبعدها تربح 3 بشيء في تونس، معناها ما تعاودش. هذيك نذكر البريود هذيك كان فما برشا ستريس، فما معناها ضغط كبير، جمهور الترجي يحلم باش نهزوا الكاس، لا خيبة أمل كبيرة كونتر الأهلي المصري، فريق كبير، كنت معناها متوتر برشا ومتنرفز لأنه حسينا حقنا تهضم، ولكن تعرف بالخبرة في الترجي كي واحد يكون لاعب يزمك تسيطر على أعصابك ويزمك تهدى ويزمك تكون رزين، ولكن الحاجة الوحيدة اللي ركزنا عليها هي الخدمة، لأنه من نجم نتعدوا كان بالخدمة. وبالنسبة لي أنا كان تحدي أول شامبيونز ليج اللي تبدأها وحدك، تتحمل فيها المسؤولية الكل بطبيعة، في اختيارة لاعبين، في شكون يلعب شكون ما يلعب، شكون يقعد على البنك، في التغييرات. الحمد لله الإنسان اجتهد، يظهر لي حطمنا الأرقام القياسية، كنا الأولانين، أول فريق ترشح في دور المجموعات بأكبر عدد من النقاط، أكبر فوز، أحسن خط هجوم، أحسن خط دفاع، ولا هزيمة. وجيت في عام مهم برشا للنادي اللي هو عام النهائي. عام المئوية جاتنا فرصتين، كان ما نهزوش الأولى نهزوش الثانية، فهمت؟ هزينا الأولى نوعا ما اطمنا، احنا نقولوا زيادة الخير ما فيها ندامة، أو كان بعد عيد ميلاد الترجي هزينا الثانية.